السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. أنتم على فايت شانل ونتابع الحديث حول الحساسية، واليوم نصل إلى صلب الموضوع وإلى يعني أقوى ما في هذا الموضوع طبعا حول الحساسية. فهناك من يسأل عن مرض أو شخص على فضائية أو دكتور إلى آخره، ثم يجيبه في نصف دقيقة، ويعني لا ندري كيف يجيب هذا الشخص على مرض ثقيل مثل الربو ومثل الحساسية ومثل السرطان، أشياء في نصف دقيقة. فلا يمكن، من الأحسن ألا نجيب، بدل أن نجيب يعني بطريقة هكذا، يعني هذا استخفاف يعني بين الناس. فنتابع الحديث حول الحساسية، واليوم نصل كما قلت إلى صلب الموضوع، وأقوى ما في هذا الموضوع الحساسية هما الفصيلة الدم أو فئة أو زمرة الدم، كما يعني يتكلم إخواننا في دول الخليج يتكلمون عن زمرة الدم وفئة الدم. نحن في المغرب نتكلم عن فصيلة الدم، هذا يعني البلود تايب أو لو جروب سانغان بالفرنسي. فلا يمكن أن نتكلم عن الحساسية دون أن نتكلم يعني دون أن نتكلم عن فصيلة الدم أو علاقة الحساسية بفصيلة الدم، لا يمكن، لأن أصلا يعني موضوع هذه الحساسية وموضوع النظام الغذائي الذي يوضع يعني لكل فصيلة هو أساسه، يعني انطلق من الحساسية لبعض الأغذية. فبيتر دادامو يعني هذا الأمريكي الذي وضع النظام الغذائي لكل هذه الفواصل الدموية أو لكل فئات الدم، هو اعتمد على عن يعني على أساس حساسية الفصيلة الدموية لبعض الأغذية. فالآن سيفهم الناس جيدا كيف هذه نظرية لكل فصيلة دموية أغذية أو نظام غذائي. نعم، والذين لا يريدون أن يقرون بهذا الموضوع فهؤلاء سيبقون خارج النطاق العلمي وسيبقون في جهلهم. لماذا؟ لأن هذه حقيقة ثابتة، ونحن نعلم جيد أن التلازن أو هذه المولدات هي لا تسبب يعني انزعاج بنفس الشكل لجميع الفواصل الدموية. فهناك يعني مواد غذائية تحتوي على مكونات تزعج فصيل دموي أو، وهناك أخرى تزعج الأي، وهناك مواد تزعج الأي بي إلى آخره. يعني يبقى الآن من المستحيل أن نضع نظام غذائي أو أن نعالج شخص مصاب بالحساسية دون أن نتطرق إلى فصيلته الدموية. واليوم يعني سنبقى مع فصيل دموي أو، وربما علي ربما يطول الحديث، ولكن يجب أن نحيط بهذا الموضوع. لما كما لأننا كما وعدناكم فهذه يعني فضائية، هذه قناة تعليمية، هذه قناة تعليمية، قناة تكوينية. نحن نعلم الناس، لا نعطي وصفات ولا خلطات، لكن نبين الأشياء كيف يمكن للناس أن يعيشوا بسلام، وما يجب أن يحفظوا هذه الأشياء، وإلا سيبقون هكذا في حياتهم. فصيلة الدم أو هي علين فصيلة الدم أو هي أقدم فواصل دموية. هذا الإنسان الذي يحمل هذه الفاصلة هو إنسان ورث عن جده البدائي، جده البدائي من الأوائل، هذه ورث عنه بعض الخصائص التي لا زال يحتفظ بها، وهو القدرة على العيش في ظروف صعبة. فالفاصل الدموي أو يحب الطبيعة، يحب الفضاء الواسع، يحب أن يرى بعيدا في الصحاري وفي الجبال وفي البحر إلى آخره، لا يحب يعني أن يبقى محبوس، ولا يحب المنزل الضيق، ولا يحب المدينة. فاصل دموي أو لا يحب المدينة. ويعني هناك أشياء تترتب عن هذه، لأن فاصل دموي أو إذا تقدم به السن وجاء للمدينة ليرتاح فسيصاب بأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط وانتفاخ البروستاتا، تضخم البروستاتا، هذه أعراض ستظهر لديه لا محال. الفاصل الدموي أو إنسان بدائي، إنسان صياد، كان يعيش على اللحوم، فهو لاحم يعني بامتياز، ويعني يحب يعني هذا، يتعرض للبرد، يتعرض للشمس، يقدر على الجوع، فهو يصوم رمضان يعني بسهولة، يقدر على الأعمال الشاقة، يقدر على حمل الأثقال، يعني هذه أشياء يعني يصبر على التعب، يصبر على التعب، لكنه لا يحب الانتظار، فهو قلق، لا يحب الانتظار، يعني إما أن تجيبه مباشرة وإما أن ينفجر، يعني لا يحب الانتظار. إذا أراد مثلا أن يسوي شيء في الإدارة، أو أراد مثلا شهادة عمل أو شهادة سكنة أو ورقة هكذا، فهو لا يحب الانتظار وإلا يعمل ضجة.
فيعني الفاصل الدموي او رغم انه يعني يقدر على الشقاء وعلى التعب وعلى العمل بقوه الى اخره، الا انه يعني عاطفي جدا، فداخل يعني هذا داخل عاطفي ورطب ولين جدا، لانه يبكي بسهوله، يتاثر بسهوله، ويصبر على الالم، يصبر على التعب كما قلنا وعلى العلاء الى اخره، لكن هناك اشياء عاطفيه الان يعني تفجره، يعني ينفجر، فهو يعني يبكي بسرعة ويتأثر بسرعة، ولا يحب الأشياء التي خارجة يعني عن نطاقها، فيعني لا يقبلها، يعني لا 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 يقبل المنكر. هذا الفاصل هو فاصل طبيعة وفاصل الجبال، هذه فصيلة الدم أو هذا الإنسان أو هذا يحب الجبال، يحب البحر، يحب الطبيعة، يحب الغابة، يحب الفضاء الواسع، يحب أن المشي، أن يتمشى، يحب السباحة، يحب تسلق الجبال، يحب الحركة، هو حركي، يعني يحب الحركة، لا يمكن فصيل الدموي أو أن يبقى جالس، فدمه خفيف، دم فصيل الدموي دمه خفيف، بمعنى أنه لا يمكن أن يصاب بارتفاع الضغط وأمراض القلب الشرعي. ونحن نستغرب كل الاستغراب لما نرى فصيل دموي أو هذا عنده ارتفاع الضغط. هذا الفاصل الدموي تعرض لمنكر في الطبيعة أن نظامه الغذائي ليس صحيح. لماذا؟ لأنه إما أنه لا يتحرك، إذا كان لا يتحرك يصاب بجميع الأمراض. فاصل دموي يجب على الأقل يوميا أن يتمشى أكثر من 5 كيلو في اليوم، وأن يتحرك جيدا، ويعني هو فاصل حركة، بدون أن يتحرك يصاب بأمراض، فقط يعني الحركة تسبب له أمراض، ويعني لا يكون بخير، يزداد وزنه، يتشحم، تتضخم البروستاتا، يصاب بأمراض القلب والشرايين، يعني يصاب بالمعدة، بمغص في المعدة، يصاب بأشياء هكذا لما لا يتحرك، ولما لا يتعب، ولما لا يعمل. هذه عوامل مهمة للفصيل الدموي، أو لأن هناك كثير من الناس الآن لا يعلمون لماذا لديهم أعراض، فيقول أنا لا أكل هذه وأنا جيد، لكن الحركة مهمة، هذه رياضة أو حركة أو مشي أو تعب أو أي شيء، مهم عمل هذا. فهو كما قلنا يحب البادية ويحب العمل في البادية، يحب الزراعة والفلاحة، يحب تربية المواشي، قطع الأشجار، يحب كما قلنا يعني الصيد في البحر، يحب، هو إنسان الأعمال الشاقة، إنسان الأعمال القوية العنيفة هذا، ويطيق أكثر من قوته، هذا الفاصل، يعني بالنسبة للقوة هو فاصل التحدي. فيعني الفاصل الدموي هو الإنسان البدائي الذي كان يتصارع مع السبع ومع الضبع ومع الفيل، وما كان يعني إنسان قوي وكان يحمل الصخور على ظهره إلى آخره. فبدون الحركة وبدون أن يتحرك أو أن يعمل بجهد، هذا الفاصل يصاب بأمراض. لماذا؟ لأنه يحتاج أكسجين بكثرة، لما يتحرك يدخل الأكسجين وعضلاته يعني تستقلب الدهون، لأنه لحم، لأنه يأكل لحم، ويعني بدون حركة يصاب حتى بقبط، يعني بإمساك في الأمعاء، هذا الفاصل يشرب ماء بكثرة ويستنشق أكسجين بكثرة، ويصبر على الجوع بدون مشكل، يصبر على الجوع هذا، فيقهر في كثير من الـ يعني المناسبات فاصل دموي، أو يقهر، قد يقهر، لا يقهر بالجوع، لا يقهر بالعمل الشاق يعني أبدا. هذا الفاصل يعني يقهر لما يتناول مواد قوية ولا يتحرك، يعني لما يأكل لحوم ولا يتحرك، يعني لا يحرق هذه الطاقة، فهو يتحرج، يصبح لديه حرج، يعني حتى التأثير على سيكولوجيته، يعني لا يحب الراحة هذا لدرجة أنه لا يحب من يعمل له، يعني مثل شخص مثلا يكون فاصل دموي او ربما لا يقبل زوجته يعني ان تهيئ له الفراش او تغطيه او يعني هكذا او تساعده على شيء، لا يحب المساعد،
يعني في العمل لا يحب المساعدة في العمل، هذا يحب أن يشقى، يعني أن يقوم بجميع أعماله لوحده لا يحب هذه. وهذه أشياء قد تسبب بعض المشاكل الاجتماعية، لأن ربما تكون السيدة عند فصل دموي أو تحب التعب وتحب العمل، تريد مثلا يريد زوجها أو شخص يعينها، ثم هي لا تريد، وقد يعني تظهر لهم بأنها شيئا ما غير عادية، هو شيء عادي عند الفاصل الدموي أو هذا. يعني الأشياء هذه لديها انعكاسات على صحة الفاصل الدموي أو يجب أن لا يكون لديه ارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين وتضخم البروستاتا. إذا كانت لديها زيادة في الوزن، زيادة في الوزن، إذا كانت لديه هذه الأعراض فهذا الفاصل لا يتحرك، ينقص، ليس الأكل الذي ينقصه بل ينقصه الحركة، تنقصه الحركة وتنقصه، يعني يجب أن الدورة الدموية يجب أن تشحن بالأكسجين، يشرب ماء بكثرة ويستنشق هواء، بمعنى يجب أن يتمشى لأنه يعني يستلزم أكسجين، لأنه لاحم، لأنه يأكل لحوم، لأنه يجب أن يحرق هذه الطاقة. لكن اللحوم، ما هي هذه اللحوم؟ يجب أن تكون لحوم مسروحة أو دجاج بري، وأحسن نوع دواجن هو ديك الحبش، الأو يحب ديك الحبش يعني بقوة، ويحب لحم الصيد، لحوم الصيد هذه يعني تمشي مع الأو يعني بامتياز. وسنلاحظ على أن لحوم الصيد إذا تناولها الأي والبي ستحدث له نقرس، أما الأو يعني يقدر على لحوم الصيد، يقدر على الدجاج البري، يقدر على اللحوم المسروحة بما في ذلك لحم الإبل، يعني اللحوم المسروحة لا تشكل له أي خطر. لحوم العلف والدواجن الدجاج المزارع يقضي على الفصيل الدموي، لا يقدر على هذه أنواع اللحوم، لا يقدر عليها لأنه ليس فاصل الحضارة. وهذا يعني هذا الفاصل يعني ولاحم، لكن بشرط أن تكون لحوم طبيعية حمراء من حيوانات مسروحة أو صيد أو دجاج بري، وأن يتحرك. بدون هذه العاملين يصاب الأو بأمراض. الفاصل الدموي أو لديه معدة قوية، معدة فولاذية، معدة قوية جدا، ولديه غدة درقية ضعيفة جدا. غدة الدرقية عند الفاصل الدموي أو تتأثر بسرعة، والمعدة هو لا يحتاج هاضمات ولا يحتاج مقدمات في الأكل، يعني حموضة المعدة، لديه حموضة قوية في المعدة ويقدر على هضم اللحوم وعلى هضم الأشياء، لحوم فقط، لا يقدر على هضم البقوليات ولا يقدر على هضم الحليب. فاصل دموي أو يعني لديه أعداء في التغذية، وهي البينز، هذه البقوليات، وكذلك الحليب. هو ليس يعني هذا مشكل لاكتوز، هذا الجالاكتوز وليس اللاكتوز، هذا يعني يسبب له انزعاج كبير جدا هذا الأو. ومع ذلك هذه الأشياء ليست مطلقة، لما يتخمر الحليب ويصبح لبن الخض الطبيعي، ليس زبادية، أتكلم عن لبن الخض، لبن طبيعي المتخمر، هذا لا ربما لا يسبب انزعاج كبير للفاصل الدموي أو، لأن هذا الحليب هو مخمر وقد تم هضمه شيئا ما، مثل اللاكتوز يتحلل لما يتخمر الحليب، ولذلك لا يسبب له انزعاج كبير. لكن الأجبان تسبب له انزعاج، إلا الأجبان النباتية، الأجبان التي تسوى بالنبات. ويروقه إذا كان لابد، فلحم البقر لا يقدر عليه، لكن لحم الإبل هذا حليب البقر لا يقدر عليه، لكنه يقدر على حليب الإبل شيئا ما، حليب الإبل يقدر عليها الأو بدون مشكل. ولذلك نحن ندقق في المعلومات، فهناك يعني من يرفض الحليب لأن الجالاكتوز عليه مشكل، جالاكتوز ليس لديه مولد جالاكتوز، ولذلك عنده مشكل مع الجالاكتوز. البي لديه مولد الجالاكتوز، ولذلك لا يسبب له الحليب أي خطر، سنتكلم عن هذه الفاصلة الدموية. الأو لا يقدر على الأفوكادو، الأفوكادو هذه يعني فاكهة الأفوكادو لا يقدر عليها الفاصل الدموي، يعني تسبب له انزعاج خطير الأفوكادو هذه. ولا يقدر كذلك على بعض
بعد الخضر مثل هذا الكرنب، كذلك الكرنب لا يقدر عليه هذا، ومثل الإيج بلانتس هذا يعني الباذنجان، الباذنجان لا يقدر عليه الأهو، يعني يسبب له انزعاج كثير هذه. ثم يعني هذه الفاكهة الأفوكادو تسبب له مشكل، ولا علي لا يتعامل بحذر مع الحوامض، مع الحوامض مع البرتقال يتعامل معه، يعني لديه حساسية بسيطة شيئا ما ممكن أن يستهلكها، لكن دائما ليس على شكل عصير، هو فاصل الفواكه بامتياز إلا فاكهة الأفوكادو، هذه لزافوكا فاكهة الأفوكادو هذه لا يقبلها الأهو. ما عدا هذه الفاكهة فكل الفواكه ليس هناك مشكل، عنب يعني تين وعلي وفاصل تين ويحب التين جيد، يعني كل الفواكه الأخرى التين الشوكي التين هذه يعني هذه العنب الأشياء هذه التفاح لا تسبب لها أي انزعاج، ولكن دائما لكن ليس على شكل عصير، لا يحب العصير أو لا يحب العصير، على شكل فاكهة هكذا تستهلك، لأن البيكتينات هي التي يعني ستحفظ هذه الأمعاء من بعد يعني من بعد الخروقات من لدن هذه الليكتينات هذه الأشياء. بالنسبة لهذا للحبوب، حبوب الكتان لا تضر الأو فصيل دموي أو السمسم يضر فصيل دموي أو، حبوب الكتان لا تضر فصيل دموي أو، كذلك التوابل فصيل دموي أو لا يحب التوابل، يعني سبحان الله يعني التوابل هي تستهلك بطريقة بسيطة، وكل الناس يحبون التوابل لأن لديها رائحة لأنها هي عطرية لديها ولكن الأو لا يحب التوابل، لا يحب القرفة ولا الإبزار، لا يحب التوابل، يعني القرفة تسبب لها انزعاج كبير، لا يحب التوابل إلا زنجبيل والخولنجان. بعض الإخوة يسألون عن الخولنجان، الخولنجان وأحسن من الزنجبيل وأقوى من الزنجبيل وأرخص من الزنجبيل، يعني المغاربة يسمونه الخودنجان، هو الخولنجان وليس الخودنجان، هذه أشياء يقدر، لكن الكوكناتس هذه يعني هذا الجوز الهندي لا يقدر عليه الأو، لا يقدر عليه بالبتات. زيت الزيتون جيد الأو، الزيوت الأخرى لا يقدر عليها، زيت الصويا وزيت الذرة والزيوت الأخرى لا يقدر عليها الأو، زيت الزيتون فقط، وأقولها ثلاث مرات، زيت الزيتون فقط، الزيوت الأخرى تحدث انزعاج الفصل الدموي وتقتله، يعني تقضي عليه هذه الزيوت الأخرى. ثم هذه الحبوب هو علين قمح الشعير قد يسبب القمح انزعاج شيئا ما، الشعير لا يسبب لها انزعاج، الذرة تسبب لها انزعاج، الرز لا، يعني هو يستهلك شعير في حدود، ولكن البينز هذه الفاصوليا والحمص والعدس هذه لا يقبلها الأو لا يقبل هذه الأشياء لأن عنده بروتينات من اللحوم والسمك، هو يحب اللحوم والسمك، واللحوم كما قلت لحوم حمراء مسروحة جيدة، دجاج بري ديك الحبش غنم بقر، هو يحب الغنم لحم الغنم بامتياز، هذا الفصيل دموي يحب لحم الغنم، يعني لحم الغنم يعني يروقه جيدا، يعني احسن من اللحوم الاخرى بشرط ان تكون لحوم طبيعيه مسروحه تاكل يعني من العشب ومن الاشياء هكذا، وليست هذه اللحوم الان السريعه التي تتم يعني عن طريق المركزات العلفيه الى 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 اخره. هذه اشياء يعني بعد يعني سنخصص الحلقه المقبله لعلاج الفاصل الدموي أو، فتعلمون أن هذا النظام وضع لكل فصيلة يعني من علي بيتر دادام هو الذي وضعها الأشياء، علينا أكملنا نحن بعض الأشياء لأن البلدان المغاربية فيها بعض المنتوجات ليست كالبلدان الولايات المتحدة، يعني بيتر دادام وضع هذا النظام في الولايات المتحدة، نحن وضعنا هذا النظام في البلدان المغاربية علينا، وعموما علي الدول العربية يعني نفس هذا الفاصل الدموي أو نسبة عالية في إفريقيا والشرق الأوسط، يعني وهذه شمال إفريقيا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة الأمازيغ كان عندهم الفاصل الدموي أو بنسبة مرتفعة، لكن مع الاستعمار واختلاط الأجناس فيعني دخل الأي بي ودخل البي والأي، الأي لا يتعدى 5 إلى 10، لكن في دول آسيا يصل إلى 15% الأي، ويعني هذا الأو هو يعني نسبة عالية يعني في البلدان العربية نسبة عالية يعني مرتفعة يعني هذا يعني هذا الفاصل، وطبعا سنرى كذلك لما يكون مثلا الناس مختلطين يعني عائلة فيها الأو والأي والأي بي كيف سيعيشون، ولذلك هذه الأشياء ليست مطلقة لكن معلومات إذا عرفها الناس إذا علمها الناس أحسن من أن لا يعلموا هذه الأشياء، لأن نحن متيقنون أن كثير من المنتوجات تحدث انزعاجات لدى بعض الفواصل الدموية، يعني عليهم فيجب أن يحتاطوا منها، وهذه الليكتينات لماذا؟ لأن
الليكتينات الذين تكلموا لكم عن الليكتينات، ويعني نحن نبهنا الأشخاص الذين بدأوا يعني يفزعونكم بهذه الليكتينات وبهذه الليكتينز، هذه نظرية يعني متعمقة ونظرية قوية ونظرية أكاديمية، لا يمكن لأي شخص ولو كان طبيب لا يمكن ولا يقدر عن الحديث عن الليكتينات، لا يقدر، لأن مشكل الليكتينات إذا دخل مع البوليفينولات، وهذه الليكتينات هي بروتينات يعني تتفاعل مع السكريات وبالضبط مع الأرابينوز واللاكتوز. الأرابينوز هو أول سكر تتفاعل معه، الأرابينوز قليل في الطبيعة، لا يوجد إلا في الألياف مثل السيليلوزيس، والسيليلوزيس لا يهضم في المعدة، ولذلك تبقى نظرية الليكتينات هذه يجب أن تتفاعل مع السكر لكي تحدث هذه الأشياء. إذا لم تتفاعل مع السكر في الغذاء فلا يمكن أن تحدث أي شيء. وهي الليكتينات على أنواع وعلى تراكيز، هناك تركيز، مثلا لما بطاطس مثلا وطماطم وباذنجان فيها مركز يعني تركيز مرتفع، القمح كذلك فيه تركيز مرتفع، حليب فيه تركيز مرتفع، الحليب فيه خمس ليكتينات، خمس ليكتينات تحدث يعني انزعاجات يعني خطيرة لدى الناس. الليكتينات مشكل الليكتينات هو في الأساس يعني لا أصل له ولا وجود، ليس هناك أي مشكل للليكتينات بالبتات، المشكل هو في المعي الغليظ، هو المشكل في الجهاز الهضمي وليس في الليكتينات، لأن الليكتينات قد خلقها الله سبحانه وتعالى بما خلق الكون. فالآن الجهاز الهضمي لا يقدر على الليكتينات، لأن هذا يعني هذه البكتيريا الصديقة يعني فلورا، هذه البكتيريا في القولون الآن يعني اندثرت وأصبحت ضعيفة، وربما بعد المضافات الغذائية تقضي على هذه الجراثيم، هذه البكتيريا النافعة اللي كنسميوها الميكروبيوم، هذه الميكروبيوم بالفرنسية الميكروبيوت، هذه البروبايوتيك الموجودة في الأمعاء هي الآن تضررت من جراء ما يأكل الناس، وهذه هي التي تحلل هذه الأشياء، هي التي تحلل البوليفينولات، ولما تحلل هذه البوليفينولات فهي تمتص في الدم، ولذلك تجعل هذا التوازن بين الليكتينات والبوليفينولات هو المشكل وليس الليكتينات. لما نتكلم أكاديميا بالبحث العلمي، إذا كانت البوليفينولات منخفضة والليكتينات طالعة يعني مرتفعة، نعم يكون مشكل، لكن إذا كان توازن بين الليكتينات والبوليفينولات لا يكون هناك مشكل. والبوليفينولات لا توجد إلا في النبات، والليكتينات توجد في النبات وفي عند الحيوان وعند منتوجات البحر، ولذلك لما نجمع مثلا الليكتينات الحيوان والحليب والليكتينات يعني النبات تكون مركزة في نظام ينقص فيه البوليفينولات. البوليفينولات باش نبسطوا للناس يفهموا، كي يفهموا جيد، البوليفينولات والفلافونويدات هي المواد الدابغة، هي المواد التي تعطي لون للنبات، يعني لما يعني زيتون تقطعونه يأخذ لون أسود يسود، التفاح يأخذ لون أحمر، هذه الباذنجان كذلك من الداخل لما يقطع يأخذ لون أسود، البطاطس تأخذ لون أخضر أو أسود، أشياء هذه المضادات للأكسدة، هذه المواد الدابغة هي التي تسمى البوليفينولات، والمشكل في نقص البوليفينولات وليس في الليكتينات لكي نعلم جيد هذه الأشياء. ولذلك الفاصل الدموي أو هو يعني لا تسبب له اللحوم أي خطر، لكنه الشق النباتي يعتمد على الفواكه، غريب، وأو يحب الفواكه واللحوم، النشويات تسبب لها انزعاجات خصوص القمح، وكذلك البينز هذو الفصول البقوليات تسبب لها انزعاجات، لكن الفواكه واللحوم بدون أي مشكل لا تسبب له أي مشكل، بمعنى أنه يأخذ السكريات والألياف من الفواكه ويأخذ بروتين ودهون من اللحوم، يعني ولذلك يعمل بقوة. لماذا؟ لأن لديه طاقة ولديه يعني نظام غذائي قوي فيه طاقة، بدون حركة يصاب الفاصل الدموي أو ببعض الأمراض. سنتكلم عن بعض الأعشاب التي تعالج، ليس تعالج إنما هذه الأعشاب تنفع بكثير، تزيد في مناعة الفاصل الدموي أو بالمقارنة مع الفواصل الأخرى، ربما يطول الحديث، ولكن هذه معلومات دقيقة، ونحن وعدناكم بأن هذه الفضاء هذه القناة ستكون لتعليم الناس ليأخذوا معلومات، يعني في كثير من الأحيان نبسط، لكن لما يتعلق الأمر بالمستوى الأكاديمي فنحن نرفع المستوى شيئا ما. عموما علي لا نطلب منكم أن تحفظوا هذه الجزيئات ولا هذه المفاعلات الكيماوية أو البايوكيماوية، نحن نعطي معلومات للناس وكل الناس يفهمون هذا الحديث إن شاء الله، وهذا الخطاب إلى حلقة مقبلة إن شاء الله. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.